والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا الساعة بكم في ترين ستيشن سيميوليتر. شو سويت؟ طبعا انتم مش موجودين، غيرت اماكن المحطات هاي، خليتهم كلهم لين اكس 5. اكس 5 اظن بيكون شيء ممتاز، بخلي هذا مكانه لين ما اعرف اكس كم بيوصل، خله بعدين بكم الخطر. للحين ما تشوف خطارات كبيرة اصلا، وحطيت لي مال اكل، حطيت لي هالسوالف. البارحة كان كل جيد، اليوم اللي قبله كان 91,000 دخل علينا، جيد جدا يعني، مش سيء الصراحة. شوف المطعم كان يدخل فلوس، اليوم شنو بنسوي؟ بنزيد المدخول بعد زيادة، بعد زيادة. مثلا الحين هاي اللي شغالين على سرعة عالية اشوفهم، يعني شليت التذاكر من هنا، حطيت التذاكر مكان واحد، ابيت اوزع الطاقة بين التذاكر والتذاكر الثانية، بس الحين نشوف. خلني اشل نشيل هذا الكرسي وهذا الكرسي، على اساس ان هذا يكون ممر للناس رايحه راجعه، على اساس الناس تروح ترد من عند التذاكر للقطار هذا. وسويت لهم ممرات على اساس يطوفون مثل القطار كان في وجهه. الحين عندنا اكس 4 قطار بيينه، يمكن بعدين اظن اكس 5 بيينه اكيد على الاغلب. هذا عندنا اكس 3 بعد، لين اكس 4 تحته، بس اضيف الارضيه يفتح يكون على اساس الناس تقدر تنزل وتطلع. كان يوم قبل المدخول جيد، الحين نتكلم على 70,000 وفوق. حاليا يبغى مجموعه خدمات. هذا شو اخباره؟ هذا زين، هذا زين، عليه زحمه بس زين. هذا كله اوكي. الجدول هنا ممتاز. اوكي الحين اللي بسويه بضيف لي فود ستيشن 85,000، اقصد فلوس اقصد 2000 3000 زين براي عادي. بضيف بدل هذا وصلت عندي 80,000 صح، بعدين حطي لنا هذا بس حطي لنا هذا، هذا على اساس يجيب لنا ناس اكثر طبعا. يعني هذا غير جدوله، غير عن الباقي، شوفوا غير عن الجدول هذا. بس هذا بكل بساطه لانهم اثنين وما نسوي زحمه، كل واحد بوقت يوصل ما عندنا مشكله خلاص. بس احس لان في ناس الساعه 12 يوصلون اظني، المفروض هذا يكون غير، بس مو مشكله. عندنا الاندر جراوند كونكشن بيكون هني بعد، وفي اي بي باركن بعد بيكون نفس الشيء هني. عن في اي بي باركن شنو بي في اي بي اخبار، المهم ما علينا. انزين حطينا الفود لونش، بس نبي ناس اكثرين. اعطني باكر بيشتغل وايد، حتى اليوم ما بيشتغل. تذاكر كيف تنباع؟ تذاكر احس انه بيكون اوكي. السنة بيكون شيء ممتاز يعني. هاي ما بيشتغلوا اليوم، بس في درب والله، الناس يجون مهنية كطريق يعني يستعملونه، مش سيء والله، نايس. متوقع الحين الزحمة كلها هني على الشارع، احس ان اصل التوقيتات يبالة تعديل. السؤال تقريبا يعني اوكي، انا نسبيا زين، ولو اسوي تناغم بالضبط شوي الحين اكسبور وصلنا، الحين لو اسوي بالتناغم بالضبط مع جدول القطار راح اظن بينا اكثر. بس حاليا ما بلعب وايد في الواقع، لان يكفي في اي بارك مخليني اخر شيء اسوي لما ادخل بروح عشان Attention please, the passenger terminal will be closing in 30 minutes. شوف وصلنا ل 100,000، نايس. اوكي كل واحد يوصل بروحه، اذا يستوي نفس هذا بيكون ممتاز. هي 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 استوى، هذا فنان، هاي الحركه فنانه، كنت بسويها قبل بس ما ضبطت معي. شوفوا هذا جدول مرتب شوي صراحه، شويتين بعد مش شوي. عندنا 100,000، خله براي ما اخسر 200,000 مالنا. الحين بنحطي لنا خدمات حق العالم، بنحطي لهم لونش بار. حطينا لحظه، وين صار فود ستيشن؟ هذا هو فود ستيشن. خلنا نسوي مكان فاضي واسوي بينهم ممر،
الممر مش حلو هذا. هي هذا حلو، هذا حلو يعلونهم. سوي ممر وسوي جدار، هذا خله برايا، بسوي أرضية هني لين هني. هذا حق الناس اللي تنزل من هذا. أصلاً إذا استوى جدار ما راح تفرق وايد. ها كنت حاط لنا حبة بالغلط، نحوله لممر بعدين بعبيه. انزين ولا 12,000 هاي شو راح يسوي فيها؟ راح يسوي فيه لهم الناس اللي طالعة ونازلة، أبغى يشترون سامان أكثر. أوه 15,000 ما أقدر أصلاً. انزين إذا طولنا هذا، شوف كم اكس ممكن نوصل. شوف ما يخلوني اوصل لاخر حبي هذا يعني ممر، ما اظن بينه اصلا، صعب بينه في بهذا الحجم. 3000 هني، 3000 هني، سوينا اكس 5 بس ما يبغى اكثر. خلينا نشوف ثاني يوم. الحين استوى عندنا وسيلة نقل، هاي المفروض تشتغل الحين. طبعا انا في عندي ناس هني اللي ضفتهم وانتم مش موجودين، هم الميدكس. شفت ناس طايحه مريضه، بس الميدكس ما مخلينهم طول الليل يشتغلون لانه ما في حد، بس مخلينهم بعد ما القطار يسكر بساعه ولا ساعتين موجودين وخلاص. انزين عندنا اوبجكتس نبي قدام كل قطار ساعه. ما عندي فلوس يا جماعه، 500 دربيه ما عندي، ما تنفوني. ها ما تشوف المدخول اليوم، مفروض الحين نبدأ نبيع شوي تذاكر عدلة، يعني كمية حلوة نبيع. مفروض لأن إذا 100,000 الحين مفروض شوف 100,000 صرفتهم كامل بعد. ها أيوة 1970 هذا اللعبة تشتغل أسرع شيء، ما قاعد تمشي أحسن. مفروض توصل 2010 على فكرة، بس وايد بعيد يعني. اليوم يطول في اللعبة، مش يوم بصير يقولون لا لا لا، يوم طويل الصراحة. انزين منو علي زحمة؟ منو ما علي زحمة؟ والله حاطين لهم زبايل وبعد يوصخون. هذا علي زحمة، علي زحمة. اوكي قام توزع شوية زحمة، ممتاز. بس يبالي ممر هنا، يبالي ممرات بعد بالوسط، لان الخطارات مش اقول هذا اشيل هذا واخليهم ممرات بالوسط، على اساس حتى اللي في القطار هذا يقدرون يوصلون للخدمات اللي هني. ما اعرف احط لهم شيء في الوسط. شوفها رايح راد رايح راد، تهبل صح؟ دارة من هالشيء تختبر ولا شو؟ مسكين يبغالنا نحط له شيء. زين الحين التذاكر كيف اطلع؟ اظن الحين 200 200، انتو 100% 93% 100% 100%. بدي احط ما تذاكر غير، بحط وراهم في ظهرهم ما اللي يبيع تذاكر، يمكن يزيد الزحمة. انا اتمنى انه يزيد الزحمة لان هني الحين خلنا نشوف هاي اليوم. شوف هذا ابا، هذا شو في اي بي باركن؟ يبانا في اي بي باركن بعد صح؟ يعني الحين الليل يوم بيجي شو بسوي؟ بسوي في اي بي باركن هني، روحه بسوي خط يمكن هني من هني لين هني. Attention please. لحظة خلنا نسوي لون غير. This is a safety announcement. If you see any suspicious activity or unattended luggage, notify a station personnel. Thank you. أفضل. Attention please. The passenger terminal will be closing in 30 minutes. The terminal will reopen at 5 a.m. Thank you. انزين. عندنا 85,000 بس. والله دخل ما مسكت والله. يهمون هاي. انزين على اساس نبيع تذاكر اكثر. بتوقع ان هذا المفروض ان شاء الله يحل المشكلة بالصبر. خلينا نشيل هاي. هاي اللي مسوي الزحمة. اوكي حطينا 6 هني. اذا 3 يشلون ضغط. ب6 المفروض يسوون كل شيء عدل. انزين. بنحط لهم تلفونات، لان ما حاط تلفونات تقريبا. اوكي بنحط تلفون. Attention please. Smoking is not allowed at any time. ما تدري الاخبار، ما اعرف كيف يتكلم مع صوت الاخبار بس اوكي. مو مشكلة. بنحط لهم ميل بوكس عندنا ما نبغاه. بنحط لهم بس ابغى كم فود تراك بالدرب. فود تراك عند هذا التلفون.
يطلع مفروض انه ياكل شيء. وترك هذا الموت. اوكي هذا يكفي. زين بنحطه من وين؟ الكراسي بس هني. حط الكراسي هني. خدمات حق العالم. العالم اللي حصلت مكان تي فيه انه مكان تاكل فيه مكان تسوي فيه اتصور يسوون زحمه. المفروض الحين مشكلتي فعليا في الزحمه، ما عندي زحمه خرافيه على المكان. يمكن لان عدد الخدمات عندي ما يكفي عدد هذا هو مده. ما يصير فوق الاكس 5 في حدها الاكس 5 بس يمكن انه يزيد. عيل هايل ياسر ممتاز. هايل احسن في ياسر صدق. يعني اذا ما يستوي اكثر معناه يبنى عدل. زين الحين نبي الناس تجيب تنقل زياده بس هذا ب 30,000. زين لحظه 135 89,000 اليوم. انزين ابى ازيد شيء زياده حقهم اني شو اسوي. ها شو اخباره و 200 انزل. هذا معناه ان نحن كوفي ستان. كوفي كيف ما عندي مكان كوفي. اهم شيء في الدنيا attention please the passenger terminal will be closing in 30 minutes the terminal will reopen at 5 a.m. thank you كوفي ستان. كوفي ستان خلي الناس تشرب كوفي. خلي تستانس. خلي الناس تستانس. ليش ضيق على الناس انا؟ وهني فود شوف كله تمام. كم عندي؟ 89,000. هذا معنا فاسيليتي امبلويز ترانزيت سوسيتي ترانزيت في اي بي باركنج. هذا في اي بي باركنج هني. لحظة بلد اني فاضل. Attention please, smoking is not allowed at any time. Thank you. شغل بي اي بي هذا. يا رب. بس هنا ينزلون بي اي بي شو. والله اخر شيء يمشون على الحشيش. لا اوكي يمشوا على الشارع. لا محترم. هني يبغى له خدمات غير بروحه بس لا بس اوكي يعني. ان الحين كل شيء شغال زين بالتساوي تقريبا. شوفوا هاي ما عليهم اي ضغط هني. بعرف كيف اجيب ضغط على منطقه معينه بس للحين قاعد استكشف الموضوع. للحين بس يبالي اظني من هالخدمات اكثر لانه احس بسوي لي زحمه. يعني لو احط واحد احب الكبار الثاني زحمة أكثر. لحظة هذا شوفوا الأكل زحمة أكثر صح؟ شوفوا العالم كيف توسخ. العالم وسخ الصراحة. إن شاء الله يفهمون. إن شاء الله يفهمون. ها ممكن تفهمون شوية يعني. ها فهموا شوية. لا توسخون الأرض. لا توسخون الأرض يا وسخين. الناس الوسخة. شوف هذا المسكين يكبكت الساعة 11 الساعة 3 الساعة 11 كبين نظف يعني كبين نظف والله ليش لهم مشخلهم مشخالها الناس. Attention please. The passenger terminal will be closing in 30 minutes. The terminal will reopen at 5 a.m. من قوة الزحمة هني. شوفوا الزحمة مال المكان كله هني. فإذا صبر إذا أشل هني صبر صبر facilities food station إيه بشل هذا. لحظة لازم العالم الوسخة بيوسخون هالمكان بعد. خلنا نعطيهم مكان ثاني يوسخون. فود ستيشن ايوه زين. خلنا نحط لهم زبايل كترة لان هم كترة وهم راح يوسخون. اتنشن بليز سموكينج از نوت الاود. واحد يسوي لهم مكان نظيف يروحون يوسخون.
يمكن يفهمون، يمكن اسوء على انهم يفهمون. يا الله ان شاء الله يعني. زين خلنا نشوف الزحمه هنا كيف بتسوي. ابى اسوي زحمه هنا لان هنا عندي خدمات ثانيه. اذا في شيء يسوي زحمه بيكون شيء عجيب الصراحه. ندور ان احد يسوي لنا زحمه الحين، اهم شيء في الموضوع كله احد يسوي زحمه. اذا هم بيسوون زحمه معناه ممتاز. بس شو بيستوي الحين؟ الحين لازم اسوي ازيد الطائرات كلها الى اخر حبه يعني. هذا ابغى اجيبه لين هني، هذا اغلى اغلى ولا انا ما حسيت؟ اي اغلى، شوفوا 80,000. شوف 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 هكم 90,000 مشغلة. انا مشفع لا مش شيء مش شيء مش شيء مش شيء نفس الشيء تماما. حب ازيد كم قطار؟ بتم ازيد قطارات 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 قطارات. بس اوكي اذا زدت قطارات عشوائية ما اظني راح اكتب خير اصلا. لازم انا اظني اتعامل مع الكمية اللي موجودة حاليا. بس والله المطعم ترى قاعد يسوي زحمة حوله، مش نفس باقي ال Attention please, this is a safety announcement. If you see any suspicious activity or unattended luggage, notify in station personnel. Thank you. Attention please, the passenger terminal will be closing in 30 minutes. The terminal will reopen at 5 a.m. Thank you. 157,000 شو نقدر نسوي فيهم؟ ما نقدر نحطها طبعا. نقدر نحط فاسيلتي زيداد هي اوبجكت بعد نقدر نحطي، نقدر نحطي للجماعة وايد شغلات. بس تعرفون شو رايهم الجماعة؟ نبا موقف ثاني زين هذا اوكي. الحين استوى انه بس كذا قطار، بس على فكره وايد قراب من بعضه. يمكن هذا الوحيد اللي مسافه فيه هالثنين وهذا، ما اعرف اذا هاي بكفي المسافات. لان بحط مطعم ما اشوف انه في مكان حق مطعم اصلا. واذا حطيت مطعم لازم اشله. اللي يبالي اكيد ممرات اللي هي ما اقدر احطيها الحين لانه ما عندي فلوس. انزين بس لحظه لحظه، قطار زياده معناه مرتاحين نحن اكثر. هذا اللي معنا راكون خله هناك، معنا الجدول مرتاح الحين. اظني القطارات خلاص، يعني مش محتاج قطارات اكثر حق اعزز الضغط، بس محتاج الوقت يمشي اسرع. والوقت اشوفه ما قاعد يمشي اسرع اسرع ولا التايم تيبل. تعال يا صديقي. ايوه الحين نبغى فاسيلتي. الحمام كفيهم أظني كفي أكثر، بس خلينا نحط واحد ثاني. بس ترى غالي، بس يبالي واحد ثاني بالعكس يعني. ما أعرف ولا هذا يمكن ساد، ما أعرف يمكن سادنهم، يمكن يمكن كفاية حلو. مش متأكد أنا، بس ما قعدت هنا قطارات أكبر يعني. قطارات أكبر قد ما احب المواصلات قد ما احس هني في ضغط. لا اوكي بس المدخل مدخلين، الناس كلها تجي عندي تذاكر تشتري تذاكر تروح. اوكي ممتاز، عندنا سكيورتي، عندنا دكتور، عندنا مطعم، عندنا كل شيء. ليش ما ابيع 500,000؟ بالي اروح انت الورد تريد ستيشن سيميليتر يقول لك تحت نبغى توتوريال. ما نبغى هذا من متى موجود اصلا هني؟ ساحب عليه انا والله هذا ولا شفته. انزين اذا القطارات بتبيع لنا تذاكر، القطارات قديمه يعني ليش ما اليوم كان يكون شوي حبه 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 اسرع يعني، ويريحونا من العذاب الخفيف هذا الموجود هنا. عندما نوصل له اذا عبينا القطارات كلها الحين شو راح يصير؟ ما
راح يستوي زحمة. هذا لا الزحمة مش مشوار اعتقد صفر، لان الجدول عندي بعده فاضي. ها جدول فاضي، انا اصلا حتى الاربعة يكملون ما عندنا زيادة. هذا هو خلاء اذا استوى شيء. سوري The passenger terminal will be closing in 30 minutes. الحين the terminal will reopen. وما نحتاج فعليا اي قطار جديد. خليه ترى اكثر. زين 140,000 معناه لازم ازيد شيء ثاني. فاسيلتيز كنترول روم كنترول مور ذان تو ترينت، هذا واحد يكفينا خلاص ما نبغى غيره. فود ستيشن عندنا بس طيب هالمكان لا ما نقدر، هني نقدر بس ما انصح. خلنا نحطي واحد هني، ما عندنا شيء خلنا نحطي هني، نحطي عنده اوبجكتس ان شاء الله يفهمون بس. Attention please, smoking is not allowed at any time. Thank you. وسخون الدنيا البشر ما اعرف ايش. زين شوف اللعبه قاعد عندك يا حبيبي يا حبيبي، انا اللعبه احسها يعني مستحيل تعلق. دول بي اي بي شوف عندهم تذاكر بي اي بي، بس كاني شفت فلاش صوره هني. لحظه ايه يصورونهم. ها شوف شوف حبيبي بي اي بيز انهم مسافرون من هذا البلد الى بلد اخر. رجاء الانتظار، هناك في اي بي يريد السفر. زين شو الحين الموضوع؟ شو انا احس المرات هاي يبغى لي اكثر. لازم مرات اكثر، لازم 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 خلاص. الحين كم عندي ممر واحد بنقتلهم، بس هذا ما عنده. اوف ليش كلهم وصلوا نفس الوقت؟ اوكي تعال سوي اكثر. اوه شوف فوكس 5 183 يا حبيبي، بس اشيل 183 بس 80 187 190 ها عجيب 200 113000 ها جاري العدد 114000 فلوس. ايوه الحين ما اعرف القطار ولا المطعم مسوي شغله، انا هذا اللي بعرف. تظن المطعم لعب لعبته الصراحة على سوق ودور كبيرة ضخم الناس اللي فيه. هاي الكيف؟ لا اوكي هاي ست شبابيك زين ممتاز. الحين انا اصلا عندي 50,000 صح؟ اذا اعطاني 200,000 Attention please. The passenger terminal will be closing in 30 minutes. The terminal will reopen at 5 a.m. اوكي خلها نشوف نسير ان نحن هذا كله صح. فاسيلتيز اظن الفاسيلتيز يزيد عددنا. تمام نيوز بيبر ستاند هذا مال جرايد اللي يطلع من المطعم. مال جرايد خلت تعرفون وين روحه هني. عندنا مال جرايد اصلا، مال جرايد عندنا هذا ممر، هو ممر ثاني للمطاعم. ممر جديدة للمطاعم. ممر ما كفانا حق اخر مع ان هذا انا اشوفه اهم من هذا، لان هذا ما في ولا ممر هني قريب يعني تحت ولا فوق. هذا عنده ممر هني تحت يقدر ياخذ له درب شوي بس وايد زين. ليش الحين صراحة ناقص فور الناس قاعد يزيدون. الحين قمنا نسوي فلوس. ايوه الحين احس ان عندي فلوس شوي شوي شوي، بس الناس وين تنزل؟ ما اشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة أنفار ركبوا آخر شيء شو طار كله هذا آخر شيء خمسة أنفار ركبوا مليون ألف باص ودنيا و... شو هالحالة يا بيها؟ شو المسخرة هاي؟ شو المسخرة هاي؟ خبروني تايم تيبل.
لا هو شو لي يعني 200,000 الحين او ممكن نحرية يوم زيادة حتى لو بيوم زيادة. بس الفلوس ما قاعد تدخل معنا الحين. نحن عندنا ركاب اكثر بس الركاب هاي اللي شكله ما قاعد يستعمل خدمات الاكل. المطعم اللي هني فاضي ترى ما تشوف حد قاعد فيه لانه بعيد يمكن. والزحمة كلها على هاي ولا هذا يمكن هذا لانه وسط الاختبارات. احس وسط الاختبارات مشروع ناجح اكثر. ناس نادرة طالعة كل شيء. ها بندق ماشين عندنا ليش باركنا بعيد هذا لازم نسوي له درب. If you see any suspicious activity or unattended luggage, notify the station personnel. Thank you. Attention, please. The passenger terminal will be closing in 30 minutes. The terminal will reopen at 5 a.m. Thank you. خلنا نوقف هذا. هذا أول شيء. Facility, Solicited, قرات المدينة. زين. بنحط الحين عندنا كامل المواصلات كاملة. اوكي المواصلات مالنا كاملة عندنا 200,000 زيادة فبنحط لنا امس نفس ما قلت لكم بالعكس هني. اوكي بنحطي كانهم حلو على فكرة تقريبا يعني في نص الاختبارات باب هني وباب هناك انا ما يكون عندنا مشاكل. عندنا مال تنظيف جواتي هذا حمام يبا كنترول روم يبا خدمة هذا يبا واحد هنا. اوكي احسن ما كان استراتيجية هاي. الناس اللي تطلع الله يعزكم من بيت الراحة بيستخدمونها يعني يلا اللي رايح البيت خلا يشتري مو مشكلة تذاكر ما قلت عليه هاي كل زحمة. انزين هذا معناه انا ما اعرف هل هو بطريقة ذكية ولا التذاكر المركزية زينة يعني احسهم زينات. يوم لغيت المشينز احس اني قمت ابيع اكثر يعني التذاكر ست شبابيك تذاكر لو احط 6 هني غير الحينه ما بيكون عندي وايد مشاكل المفروض والناس تستعمل الخدمات. بس هذا احس كخدمه هذا هني ما له فايده فمره ثانيه ما بروح هالبعد هذا بحط لي كراسي احسن. بس كدخل كمدخول زين كمدخول زين. الحين هذا نقدر نسوي ربي 7-8,000 ربي 200,000 ربي 400,000 اوف الكثر فايده ياخذ علي ياخذ علي 100,000 200,000 يخرب بيته من 300,000 400,000 وشي وانا اوريدي دافع يومين انا 130,000 فايده يخرب بيته الصراحه كم ما اخذ مجرم المجرم. زين هذا في حد يجي عن طريق هذا؟ ايه في ناس. زين الناس اللي تجي من هني لازم توصل وين؟ لازم توصل هني تشتري تذاكر صح؟ زين ليش ما اسوي هني بوابة؟ وارضيتها شوي غير لان المكان كامل غير. نسوي خدمة تذاكر حق اللي يجون هني. ينزل سيده ما يشتري تذاكر من هني ما يشتري تذاكر يعني العبها على المواصلات ما العبها على جو من جريدة هاي الجريدة احبين صح يدو يشترون من هني ويروحون لان هني واحد من ثلاث مواصلات ثقيلة وما بالضغط اللي هني ضغط كله بوفر لهم وقت نوفر لهم وقت طويل انهم هم يجون يشترون من هني. اوكي حطي لهم مال جريدة يوم يجون ياخذون مال جرايد ونحطي لهم تنظيف جواتي هني هذا على يم اثنين نحطي لهم بلاي ستيشن هني على ممر البي اي بي لا طبعا نسوي بلد هني نغير الارضية بريميوم ونحطي لهم فود ستيشن 85,000 يعني في الليل الحين نقدر نحطيه. بس قمنا ندخل فلوس يعني قمنا ندخل فلوس طيبة الصراحة مش فلوس تعبانة يعني فلوس وايد حلوة اللي قامت تدخل علينا. بس انا اوكي 1980 يعني 10 سنين بالطوف من الطوف هذا
اوكي متفقين. وايد متفقين. الحين شو الضغط هني؟ شوف الناس قامت تشتري مهني وتشتري مهني. معناه المفروض شوف اختارين يو 5 اختبارات قاعد يزيدون شوي شوي. اوكي معناه حيصورون مش واحد ثاني. معناه اذا حطي لي فود لونش هني خلينا نحط هذا نطالع زين، لان قاعد ابيع وايد تذاكر بس ما قاعد ادخل وايد فلوس. معناه لازم احط خدمات هني في الطريق. الله يخسر بس في مطار زين. عندي كامل انا موظف، ما عندي منظفين، وظفت كامل موظفين كامل. دخلني موظف الشرطة زين. وين اوقات الشغل مالهم؟ اوف ديوتي. اوكي يعني ما عدلت اوقات الشغل مال الشرطة يا حبيبي. عيد عيد يعني عادي اي حد يسرق اي حد. 11 بالليل بخلي اثنين يداومون بكل وقت مع بعض، وهذا يداوم. ليش داوم الساعة 5؟ لا داوم الساعة ها بعد 7:30 الصبح. 5 الظهر عندي وايد زحمة. الساعة 3 الساعة 10 بالليل 3 في دوم. 3 الظهر 2 الصبح 1 آخر الليل يوم يتأكد الناس رايحة. وهذا Attention please, the passenger terminal will be closing in 30 minutes. The terminal will reopen at 5 a.m. Thank you. 7 الصبح ايه 3 ساعات يداوم شو يستهبل شو زين. اوكي هاي نفس الشيء رتبتهم. خلنا واحد توماس شغلته كارغو. عندنا ميدكس الحين هو شو الجدول؟ اموره تمام اموره تمام الجدول ما عندنا مشكلة الحين. مع ان الزحمة الخرافية 182,000 ندخل فاسيلتيز ادقهم لونش بار واخلي شوي مسافة ادقهم فود بار في الوسط على وعسى انهم يفهمون. حطي لهم Attention please, smoking is not allowed at any time. Thank you. دبايل شوي الشكل مرتب. هني ثلاثة بنحطي لهم هنا حجيش ما يمرون من كل مكان. باهم يدخلون من اماكن معينة. اوكي وابا ادخل مع الجم الممر مالهم. لا ابا حطيه ابا اسجل انا هني ادخلهم بالطريقة هاي. اوكي ابا اسوي المكان شوية كتصميم غير بس ما عليه. حطي لهم بعد في النص هني مسايرين اللي يبغى تعرفون طالع يحصل كوفي ستاند. شوف هم يمرون بين الزرع ما عندهم مشاكل اصلا. انزين بما ان انتم في اي بي وتحبون التصوير كنت تبون تصورون قبل تروحون المكان. احنا حاطين لهم اثنين. انزين بنحطي لنا هني على المدخل خل المكان يحلو شكله شوي. الحين الاخبار قام يتغير شوي عندي يعني. شوي وايد قام يتغير. انزين هذا 3000 4000 ناس تشوفون انتم شو صار في يعني هني في زحمه هني في زحمه في حد قام يهني قليل حد يهني بس خلوا مشكله عادي برايك. بس نبغى ضمن الفاسيلتي مثل ما قلت لكم ازيد هاي على صفة واحدة يبغى لنا حبة هني حبة واحدة هني احسه ما يستاهل. خلنا نعدل هذا. This is a safety announcement. If you see any suspicious activity or unattended luggage, notify a station personnel. Thank you. هذا بحبين اوكي دقيقة. لا هذا هذا هذا. Attention please. The passenger terminal will be closing in 30 minutes. The terminal will reopen at 5 a.m. Thank you. هذا ممر اهني اوكي. هذا ممر اهني. انا اغير شوي في الارض
قبل دخل الأرض. ماذا خلوكم بالطريقة هاي؟ أبا ممر بس ممر 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 انزين ممر هذا يعني يكون بالطريقة هاي كشكل يعني مش بس حق الـ VIP حق الكل بس شو الهدف شوفوا قام يعطي روح للمكان قام يشتري له الشكل Attention please smoking is not allowed at any time thank you صراحة بس واحد يكفي مو بحط له مرسل ثاني ينزل حطي ممرة هنا على اساس انها ممرات يعني ناس تخطف ممر 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 لين هني سن المكان صار فيه حياة شوي كشكل كشكل تحسون المكان التعش شوي هلا نحطي هني شكل شوف بين عدل شكل المكان توه في ممر استوى كذا في اي بي ولا غيره يعني خلينا نسوي ممر كان هذا كان هذا بعد خلينا نوحده البيع هاي اللي بعد خلينا واحد من الفي اي بي وهني بنسويهم هذا اوكي هذا ثنين وهذا اعرب هذا اعرب هذا اعرب شوفوا الحين لو اي احطي هني زين مثلا زرع هنا غير اصلا عبارة عن ممر صرنا عبارة عن ممر. نقدر حتى هني لو بسوي ممر مثلا عبارة عن ورود. مش ورود هذا بس يعني. هذا شنو؟ خلهم يدخلون. Attention please. This is a safety announcement. If you see any suspicious activity or unattended luggage, notify a station personnel. Thank you. Thirdness. شو اللي عن الناس الحين خليهم تعبانين. Attention please. كم بين اليوم؟ The passenger terminal will be closing in 30 minutes. The terminal will reopen at 5 a.m. Thank you. يشكرون عندهم كل شيء عندهم. محتاجين شيء ما نوعا ما بطريقة ما انزين الان نحط لنا جدار اوكي بهاي الطريقة هاي اوكي حطينا Attention please. Smoking is not allowed at any time. Thank you. System مالي. كل باب نحطي ميل بوكس. هني خلنا نشوف شو ما عندنا مشكلة. بس كشكل بيكسب هالشيء شكل جميل أحس إنزين. بنحطي لنا. نبغى مكان كوفي بعد زيادة. هذا مكان. ما أحس مكان. شوف هذا أسويه. لا مكان اوكي بيكون شوفوا يدور حول الكوفي مكان يعني اذا اقدر اكبره اعتبره الكوفي كبير كذا ما يلزق فيها اي الحين استوى من هالكوفي اكبر نقدر نحط له مسافه بالطريقه هاي شوفوا استوى مركز المكان الكوفي اللي موجود هني نقدر نحطه عند الكوفي بعد اللي ياخذ له كوفي لا لا مش شيء هني تعرفون كيف؟ هني ياخذ له كوفي يقعد يطالع العالم ياخذ له جريده كوفي مكان في الوسط مرتب هني مكان بعيد الناس ما تقعد فيه صح؟ هني ناس تاخذ كوفي تيلس الله يعزكم تريح حد عند بيت الراحه هني نفس الكلام نفس الكلام خلي الناس تقعد ترتاح ليش معذب العالم انا
معدة بالعادة مسوية. هذه المقابل هذه اللي قاعدوا بالطريقة هاي. خل العالم تقعد، خل العالم ترتاح. شو ايش التعذيب اللي ما له داعي؟ شوفوا الناس خلها تستانس، والله خل العالم تستانس ترتاح. هني حشيش، خلهم يقعدوا مقابل حشيش الكوب. مش كل حد بيقعد في الكوب. Attention please, this is a safety announcement. If you see any suspicious activity or unattended luggage, notify a station personnel. Thank you. Attention please, the passenger terminal will be closing in 30 minutes. The terminal will reopen at... لحظة، 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 واحد. الحين اشوفوا الاختيارات قامت ترص شوي. ها في الجدول هني كجدول امورنا 200 200. خلاص ما بقى جسم. اوكي بس شوف الزحمة اللي عندي. لم تذكر ربعنا اليوم اللي قبل، عندي 85,000 قاعد اصرف. ما دخلنا 65,000، ما دخلنا شيء. ها لاني قاعد اصرف وادخل شكله. يعني نص نص رايح برايا. 85,000 بنحط فيهم. الحين هذا مركز المكان، الله يعزكم، الحمامات والكنترول روم والربع ماخذين المركز الأساسي. فإذا بيجي أبغى أزيد هني شوي شغلات حق اليهال. أيوه هذا هني. Attention please, smoking is not allowed at any time. Thank you. حط الوردة هني وبحط لهم خدمات. أبغى شوي المكان شكله مفرفش، يعني مش كئيب يعني، والمكان شكله حلو. بعد على المدخل ينفع توكو في ستانز، ينفع اللي قاعد في الستانز هني. ها الكوفي ستانز اظن بيستفيد اذا كان المكان نفس هذا. اتصور الله اعلم يعني بستفيد منه ولا لا 100%، انا مش متاكد، لكن اتصور راح يستفيد وايد. الزحمة اللي في المركز كيف هني قام يفضى بس برايه، لأنه المفروض استعمل المركز المكان فعليا. صحيح مركز المكان راح يكون شيء ممتاز. فكر الناس كيف تشتري هني. 0 0 0 ما في ضغط وايد، بس لا أباهم بعد مضغوطين أكثر، ما أباهم مرتاحين هالكثر. بهاي الطريقة أنا بحاول أعد إختارات زيادة، لأن عندي إختارات وايد عندي، والله مش شوية ترى، إختارات وايد مو شوية تكون زيادة. لكن أتصور إذا سويناها بالطريقة هاي نقدر نزيد قطارات. هي نقدر إذا زدنا قطار معناه الجدول شوي بيرتاح أكثر، لو أنه ما سوينا شيء. هني ممرات كنا موجودة مرة، هني ما بنا نحدي ورا بيضا طبعا أصلا هذا الكبرى رجع ورا. بس برايا خلنا عيل، إذا هاي الطريقة كانت احنا شو نسوي؟ شوفوا 72% هني 100% 15% في مكان يتوزع. شوفوا 43% مضغوط، هذا ما ادري الحين كيف الضغط عليه، ما يقعد يراويني. هذا الضغط على البندنج ماشين في مكان، هالسوالف في عليهم ضغط، يعني زينات وايد زينات الصراحة. بس بهاي الطريقة صعبة، هاي الطريقة صعبة. وين يا اخر الليل؟ ما في احد، ما اختار رايح، شكلي ياكل بس اكل فيه. Attention please, the passenger terminal will be closing in 30 minutes. The terminal will reopen at 5 a.m. اوكي صحيح. Thank you. صرفتهم كلهم. نوقف الجيم. بيلت 80,000. سكة ثانية، فينا سكة ثانية. لحظة ما عندنا فلوس. هذه السكة
حرب بالطريقة هذه. هذا اوكي، لا الحين شكله ممتاز، بس شو يباله على هني الدنيا. هذا بيسيده، ما بيفيد، خله مو مشكلة. بعدين بلغي، إذا بغيت ألغي بعدين بلغي. أعرف خطر الثاني اللي بيه. شوفوا هنا هذا هني. أوكي، يعني كل سكة شبه فاضية الحين، ما عندنا أي ضغط عليها، بس عادي كده لما نسوي الضغط في المستقبل. يعني الحين هذا الممر مالنا، هاي المطاعم مالنا، هذا كل شيء مالنا. وهاي كانت حلقتنا لليوم مع الأرباح. نعم ربحنا، نحن ربحنا. نشوفكم في الحلقة القادمة على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.